متابعي قناة باستارت، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. ورغم غيابي عن تظاهرات 8 من مارس وبمناسبة عيد المرأة، اختارت باربي الجزائر كنزة مورسلي أن تهنئ جمهورها على طريقتها الخاصة. سلام لي في سلام لي فام، كل عام وانتم بخير. حبيت اليوم ندير لكم هاد لا فيديو ديريكت باش نقول لكم كل عام وانتم قويات، كل عام وانتم حرات، كل عام وانتم سعيدات، كل عام وانتم نصف المجتمع، كل عام وانتم نصف العالم، كل عام وانت يا ام، كل عام وانت يا اخت، كل عام وانت يا زوجه، كل عام وانت يا حبيبه، كل عام وانت يا بنت، كل عام وانت يا بالف الف خير. حبيت نقول حاجه، انه ما تخليش نهار برك في العام يكون نهارك، لا، خلي كاع العام عامك، وخلي كاع الايامات تعرف اياماتك. عيشي فرحي تابري طيحي نوضي صح كملي، ما تستسلميش. نحبكم كامل وبون فيت. ومني لكم احلى سلام لاحلى متابعين في العالم. شاركوا في القناه، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارت.